ਮਿਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਦਾਤ ਸਾਦਾ الحق في جودة السكن مشاهدي شوف تي في مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس اختناق وازدحام كبير كتعرفوا مجموعه من شوارع مدينه الدار البيضاء فهل من حلول لهذا المشكل خرجنا للشارع المغربي وسولنا الناس وكانت هذه اراء المواطنين لوجود حل لهذا المشاكل ديال الاكتظاظ اللي كتشوفها الدار البيضاء كيبان لي خاص ربما الناس يتخلاو على السيارات ديالهم في اللي عنده جوج سيارات وثلاثه يتخلى على السياره واحده من الدار ويخدموا الدراجات الناريه والهوائيه Oui, en effet, il y a beaucoup d'embouteillages à Casa, mais je pense qu'il faudrait que chaque famille ait une seule voiture et que les jours pairs, ils rejouent certaines voitures et les jours impairs, d'autres voitures. Le problème de la ville, c'est que l'administration de la ville. Il faut plutôt utiliser les pistes cyclables et donner le droit aux cyclistes comme au conducteur des voitures. Oh, le مشكل ديال الزحام راه quelque chose qui est dans le généralisé في المغرب كامل. هذا الشيء طرحوا النمو الديموغرافي ديال السكان ديال المغرب. ولكن بالنسبه للحلول هي الحلول تتعلق بمشاكل بزاف باش تتحل. انما خص مثلا مدن يكونوا عندهم مدن بجوار لهاد المدن الكبار. بلاد زوينه ما خصها حتى خير ولكن الوعي اللي ناقص. كانت هذه اعزائي المشاهدين اراء مجموعه من المواطنين بخصوص موضوع حلقه اليوم غدا ان شاء الله حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم سولوا الناس الى اللقاء